حكم الشرع في شهادات الاستثمار ذات العائد المتغير؟ كلها حرام. كلها حرام؟ نعم طبعا. يعني حضرتك انصرف عنها؟ ابتعد عن شهادات الاستثمار بكل فئاتها، بكل فئاتها. هي حضرتك يعني في مطلقة وفي مبلغ معاه من المال ومش عارف تشغله، فهي بتسأل. يعني اللي معاه مبلغ من المال شكر نعمة الله انها تاكل الربا، هذا الشكر. تجعلون رزقكم انكم ترابون، يعني الله رزقك بمال يا اختي المطلقة، رزقك بمال، شكر الحمد لله على هذا المال، الحمد لله الحمد لله، اشغله في تجارة حلال، لكن اخذ المال اكل به ربا، يعني كده شكر نعمة الله اتقلبت الى كفران نعمة. الله يسلمك، سلامك الله. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.